وغادي نمشيو لسناء لواحد البراونيز بالشريحه اللي غادي ناخذ فيه 4 د البيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الدقيق، 200 غرام ديال الشوكولاته الاسود، 125 غرام ديال الزبده، معلقه ديال الكاكاو، 100 غرام ديال الشريحه مقطعه صغيره مفوره، 100 غرام ديال التمر حتى هو مفور، وعندنا على حسب الاختيار المكسرات اللي عندنا في الدار، يعني شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز، الباجو ديال المكسرات في الدار كنزيدوهم، والزبيب حتى هو مقطع رقيق، وكنزيدو لي بيبي دو شوكولا. وعندنا خماره وحده، في الاول كما العاده كندوبو الشوكولات مع الزبده في دماغي، كناخدو البيض ديالنا كنطربوه مع سنيده مزيان حتى كيبيض، عاد باش كنزيدو نخلطو دوك العناصر اللي عندنا كاملين مع كاس ديال الدقيق وخماره ومعلقه ديال الكاكاو، يعني كنخلطو المكسرات مع الشريحه ومع التمر ومع الزبيب ومع لي بيبي دو شوكولا، كنخلطوهم كاملين مع الدقيق وكنزيدوه على الخليط ديال البيض والسكر. من بعد في الاخير كنزيدو الشوكولاط اللي عندنا مع الزبده، وكنديرو في الكيسات ديال هذا ولا كنديرو في مول عائلي، يعني على حسب الاختيار. ومن بعد كنزينو بالسكر كلاصي والشريحه المكسرات اللي بغينا. الا سمحتي الا سمحتي نعيمه تعاودي الطريقه الا سمحتي. وي لا لا باش يستافدو من اكثر. غادي نخدمو البيض مع سنيده مزيان حتى كيطلع، وكنزيدو في الاول اصلا كندوبو الشوكولاته دماغي هو والزبده، من بعد كنديرو كنطربو البيض ديالنا مع الكاس ديال سنيده مزيان حتى كيطلع، عاد كنزيدو كنخلطو الشريحه اللي عندنا مع التمر مع الكركاع واللوز ولي بيبي دو شوكولا والخماره، كنخلطو كلشي جميل، عاد كنزيدو على الخليط ديال البيض مع السكر شويه بشويه بلا سباتول، ومن بعد كنزيدو الشوكولات اللي ذوبنا مع الزبده. وكنخلطو كيجينا خليط شويه عاقد، كنخويه في لي كيسيت اولا كنديرو في مول عائلي، وكندخلو الفران يطيب على عافيه مهيله. من بعد ملي كيخرج كنزينو بالسكر كلاصي من الفوق ولا كنزينو بالمكسرات اللي بغينا، ونكون غاسل كنديرو الشريحه من الفوق فعلا.